انا جيت سعيد بالمشاركه في الدوره السادسه ديال هذا المعرض، كنتمناو باننا نمثلوا المدينه فاس احسن تمثيل، وان شاء الله نزيدوا بهاد الصناعه لقدام. صناعه الفخار اللي هي منتوج ديال الطين الابيض اللي كان نجيبوه من الديار الاسبانيه. هذا هو الفرق بين الفخار الفاس ديال فاس العصري والفخار ديال فاس التقليدي. كيدوز معايا عدة مراحل، اولا كنخدموا بالطين، من بعد كيطيب فواحد الحراره ديال 1000 دوغري، من بعد كيخرج وكنوليو نزوقوه، كنديروه في لي ماي، عاد عاوتاني كنوليو نطيبوه باش كيعطينا هاد باش كيولي هكا بهاد اللمعان. تنصاوب الطاجين في الجهة ديال الرباط، تنصاوب الطاجين القصرية الخابية البراد، بزاف ديال الأشياء ديال حنا التراب تنجيبوه من التراب معدن، ها ماشي هو تراب عادي، تراب معدن عندنا حنايا. الأصل ديال الطين باش نخدموه هو اسمه الصلصال، وإلا ما لقيناش الأصل ديال المعدن تنخلطوه، لأن الصلصال تيتخلط من سبعة ديال المعادن ديال الطين، فيه الصفر فيه الأحمر فيه الزرق فيه بيض كيبحال قوس قزح. المهم حنا كان عندنا في الرباط كنا تناخذوه من واحد البلاصه تيقولوا ليها باب زعير، ودابا حنا هذاك الطين اللي كان عندنا في باب زعير داز الطريق من تما، تما تسد عندنا. دابا حاليا في الرباط راه ما عندناش شي معدن، وحنا تنتمناو من الجهات المسؤوله باش تقلب لنا على معدن باش نستافدوا من التراب، ماشي هما يقلبوا حنا يرافقونا شي ناس من الجهات المسؤوله باش نقلبوا على البلاصه اللي فيها التراب اللي يخص بهذا المعدن ديالنا وبهذا الطين ديالنا وبهذا الاواني ديالنا، ويتكلفوا لينا بها باش ناخذوا الطين ديالنا. حاليا في الرباط راه ما عندناش الطين.